زمان هنا وفي كل دول الخليج سيكون التنافس حاضرا، ولكن الكل لابد أن يستعد. هنا اللقاءات الودية انتهت وبدأت اللقاءات الرسمية التي تحمل هذه الانطلاقات، وهي بالفعل جدية. بدأ الجد هنا مع أول انطلاقة، وجرب يلي بتشوف أيضا هذه النوعيات كيف تحمل هذه البداية. إذا شوط الحول المهجنات الأصايل الذي ينطلق أيضا في هذه اللحظة مع أول أشواطنا، 12 شوط في هذا الصباح وخمسة كيلو كما ذكرنا المنافسة. يا سلام، فك الأنفاس كما يقال، وأيضا التدريبات الصباحية الرسمية التي تبدأ مع هذه اللحظات. المقدمة ومقصصة هناك في المركز الأول عبيد بن سلطان بن مرخان الاجتبي الذي يأتي أيضا بهذه التحديات وهذه الإثارة، بينما المركز الثاني تماني، المركز الثاني عبد الله بن ناصر بن حمود بن شافي القحطاني، والمركز الثالث الفايزة سيف بن هلال العليلي على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. يا سلام، ميزة وصلت، ميزة راشد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وعلى المركز الرابع عودة إلى شاهينية حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، وهناك ايضا وجود المركز السادس يا سلام سلهوده حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، وعلى المركز السابع اعود مباشره مع رمز سيب المطر بالضبيعه، والمركز الثامن يا سلام كل الاسماء متواجده، حشيمه علي بن سالم بن دغيش الاشتبي، وعلى المركز التاسع يظهرون بن طحنون في وجود ايضا ابها ليس فهد بن طحنون الهاجري، وعلى المركز العاشر هي الصريديه سالم بن حمد الشباني الاشتبي. هذه الأسماء يا سلام بدايتنا الأولى كما نتابع في هذه اللحظة التجارب، فك العضلات، التدريب المستمر. يا سلام، يبدأ هنا طالع المسافة وراقب أيضا مسار في مسافة الخمس الانتظار المسافة الرسمية وهي 8 كيلومترات لهذا السن، وهذه البداية. عودة إلى المقدمة، عودة إلى بداية من تقود الصدارة وهي التماني لبن شافي عبد الله بن ناصر بن شافي القحطاني التي تأتي أيضا بهذه البداية الأولى. يا سلام، مع انطلاقة التحدي والإثارة، بينما المركز الثاني مقصصة في المركز الثاني عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي، ما شاء الله في هذه المنافسة القوية، وهذا الشعار التنافسي الذي يبدأ أيضا مع بداية الكبار وبداية كل الأعمار. هنا في المركز الثالث وجود ايضا ميزه راشد بن سلطان بن مرخان الاجتبي اللي بدا ايضا في هذه اللحظه مع وجود ايضا بشعار الصعب الذي يقدم ايضا دائما انواع متميزه ايضا في المنافسه وفي التحدي، بينما المركز الرابع يا سلام يا سلام هي الفايزه سيب بن هلال بن هلال العليلي. يا سلام، وهنا دخول وظهور وصول حفلة غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. يا سلام، بينما المركز السادس تأتي في رمز نعم سيب بن مطر بالضبيع، وهناك بن طحنون أيضا قادم من خلال هذه المنافسة، ولكن أتوقع دخول أيضا في المركز السابع الفائزة سيب بن هلال العليلي. هناك على المركز الثامن أيضا دخول أبها فهد بن طحنون الهايري، وهنا على المركز التاسع يا سلام وجود حفل غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، والمركز العاشر هذه أسياد عبد الله بن الشيبة بن علي السبوسي. هذه الأسماء يا سلام، البدايات الأولى. نذكر الجميع 2 كيلو ننتظر وصولنا إليها من خلال هذه المسافة، يعني 3 كيلومترات التجارب ناجحة، الأمور تسير على ما يرام. وأيضا المقدمة لا زال عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي هو الذي يقود أيضا هذه البداية ويقود هذا التحدي ويقود مقصصة. يا سلام، الاسم تاريخي، الاسم يحمل التاريخ، وأيضا البداية الأولى. وهناك على المركز الثاني تماني عبد الله بن ناصر بن شافي الهاجري اللي على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث يا سلام بدا التقدم، بدا التحرك من الصعب مع وجود ميزه راشد بن سلطان بن مرخان الاشتبي التي تنطلق، بينما المركز الرابع العنود عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسه يا سلام في هذه المنافسه الاولى، وابها تقدمت فهد بن طحنون الهاجري، بينما المركز السادس هنا في هذه اللحظه هي الفايزه سيب بن هلال
العليلي والمركز السابع رمز على المركز السابع سيب المطر بالضبيع، بينما المركز الثامن يا سلام هذه أسياد عبد الله بن الشيبة بن علي السبوسي، وعلى المركز التاسع هي القادمة أيضا هي سلام في هذه حفل الإغلام بن موسى بن أحمد البلوشي، هناك على المركز العاشر ظهرت ايضا جميله راشد بن سالم بن راشد العويس. 1200 اذا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه المسافه بعد الاسباب ما شاء الله نعد، ولا زالت الصداره مقصصه، مركز اليوم مركز ابو سلطان مركز تركيز عالي في هذه المنافسه يا سلام، من خلال التحدي ومن خلال البدايه الاولى مقصصه التاريخ عندك يا ابو سلطان، التاريخ يحمل هذه البدايه يا سلام. اهالي البرير ايضا في انتظار وصولها، يشجعون الان يشجعون عبر دبي ريسنج، تابعون ايضا هذه البدايه وتابعون هذه التحديات. هناك ايضا الضيوف القادمين للمنافسه من اول الاسابيع يا سلام، تماني عبد الله بن ناصر بن حمود بن شافي الهايري يا سلام، مع البدايه في منافسه خليجية، منافسة عربية، منافسة أيضا في رياضة ودية. الله الله المركز الثالث ميزة راشد بن سلطان بن برخان اللي تأتي على المركز الثالث يا سلام، تتقدم في المركز الرابع. خلوني مع المقدمة أشوف تنافس ثنائي تماني، وأيضا في وجود مقصصة مع تماني، صمود مع الصمود كما صمد مقصص. الله التاريخ يبدأ إذا من هناك من وجود مقصص في هذه المنافسة وفي هذه التحديات. الله 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 هي مقصصة مع البداية عبيد بن سلطان بن مرخان الذي بدأ إذا يقود المقدم، والمركز الثاني تماني، على المركز الثاني عبد الله بن ناصر بن شافي الهايري في هذه اللحظات النهائيه التي تتواجد بهذه الاسماء. صمود ثنائي، تحدي بين مقصصه وتماني على المقدمه والمركز الاول. يا سلام تماني ولا مقصصه؟ تبقى مقصصه على الصداره تحت المركز الاول، تصمد مع هذه اللحظه الاولى. بقول سلام لبرير، سلام عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان ايش تبي على فوز؟ مقصصه بالمركز الاول، المركز الثاني تماني عبد الله بن ناصر بن شافي الهاجري، المركز الثالث هي ميزه في المركز الثالث لراشد بن سلطان مرخان الاشتبي، المركز الرابع العنود عبد الله بن خلفاء بن علي الرفيزه، وفي المركز الخامس السلام لمحمد بن سلطان بن مرخان اللي وصلت فيه المركز الخامس. هذه مراكزنا الاولى، بدايتنا الاولى، انطلاقتنا الاولى، وما شاء الله شوفوا مقصصه مع التوقيت اذن 8 دقائق 7 ثواني 7 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الذي صاحب مقصص. أيضا تهانينا والناموس لعبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاشتبي أيضا في هذه المنافسة، بينما المركز الثاني تماني على المركز الثاني عبد الله بن ناصر بن حمود بن شافي الهاجري، أيضا 8 دقائق و8 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية. والمركز الثالث كان هناك انطلاقة المركز الثالث اللي بدأ ميزه اذا في المركز الثالث لراشد بن سلطان بن مطر بن مرخان، اذا 8 دقائق 10 ثانيه وجزء واحد من الثانيه. ما شاء الله وتبارك الله، الاشواط متواصله والتحدي يدور ايضا في ارضيه